تبحث اللجان المشتركة الأربعاء المقبل مشروع قانون الكابيتال كنترول، فهل سيتم إسقاط صيغة جديدة تنسف الموجود؟ لا يزال مشروع الكابيتال كنترول يراوح مكانه بين الحكومة واللجان المعدة واللجان المشتركة، إذ أحيل وعاد ومن ثم أحيل ليستقر في اللجان المشتركة في صيغته النهائية. فكيف تبدو هذه الصيغة بحسب الأستاذة الجامعية والصحفية والكاتبة الاقتصادية جيسي أستون؟ الكثير من الأسئلة ما زالت دون أجوبة بمشروع القانون اللي سيحول مرة جديدة من المجلس الوزراء إلى المجلس النيابي، وعلى رأس صلاحيات اللجنة المطلقة يلي تم الكلام عنها، يلي هي تحدد قيمة السحوبات وقيمة التحويلات من لبنان إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، خاصة بمجال التصدير. اليوم الصادرات يعني القطاع الصناعي، فهل سيتم إعدام أو تكبيل القطاع الصناعي مجددا؟ وماذا عن السحوبات لمن لم يستطع إخراج أمواله من لبنان؟ يعني نحن نعرف أن النافذين أو المحظيين استطاعوا التحويل على مدى السنوات الثلاثة الماضية، ولكن من لم يستطع ذلك، حدد القانون سحوباته بألف دولار شهريا، ألف دولار على أي سعر ومن أي مصرف، من حساب أو من عدة حسابات؟ وهل يستطيع اللبناني اليوم العيش بكرامة بألف دولار فقط بظل كل تراجع قيمة العملة اللبنانية؟ قسطون اعتبرت أن هناك اعتراضات من قبل الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة على هذا المشروع لأنه يضرب بالصميم عملهم. يبقى طبعا إنصاف صناديق المهن الحرة أو أموال صندوق الضمان الاجتماعي، وهي طبعا ناتجة عن عمل لسنوات للبنانيين، وهي عالقة بالمصارف اللبنانية. لم يلحظ قانون الكابيتال كنترول أي إشارة لهؤلاء، والخوف الأكبر من إمكانية اللجوء إلى هيركات كبير على الودائع الكبيرة، وطبعا أموال الصناديق تشكل أموال كبيرة وبالتالي تضيع حقوق المواطنين اللبنانيين، وهذا طبعا أساسي. مصادر اقتصادية رسمية أكدت لصوت لبنان أن هناك تعديلات يعمل عليها ما بين الحكومة والمجالس الاقتصادية المعنية من أجل إمكانية تمريره بأقل ضرر قبل الانتخابات، مراعاة لمطالب صندوق النقد. مروان قدوم، صوت لبنان. شدد كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لصوت لبنان على أهمية إنجاز الإصلاحات المطلوبة قبل تحرير 3 مليارات دولار من قبل صندوق النقد. 7 من أصل 8 من هيدي الإجراءات المسبقة بتتعلق بالقطاع المصرفي. جزء كبير من هذه الإجراءات هي من مسؤولية مجلس النواب، يعني مجلس النواب عنده دور حيوي هون في موضوع إقرار موازنة 2022، في موضوع إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في إجراءات الكابيتال كنترول. هو نقاط أساسية مجلس النواب هو يلي بده يقرر شو بده يصير فيهم، ويجب أن يقروا من أجل أنه هالاتفاق يروح إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد ويوقع عليه لتبدأ المرحلة الفعلية لتطبيق الإصلاحات بالإجمال، وبدا صندوق النقد يحرر تدريجيا هالـ 3 مليارات دولار مع التطبيق التدريجي للاصلاحات بلبنان.